مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شباب قول وفعل، برنامج اللي تعودنا ان نكون معاكم فيه من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء ومن الساعة 6 إلى الساعة 7 مساء. وأكيد نمسي بالخير على زميلتي عليا. مساك نور يا رب. مساء النور نورة، ومساء الأنوار على مشاهدينا اللي قاعد يطالعونا في برنامجنا شباب قول وفعل على كويت سبورت الرياضية. يا هلا ومرحبا، واكيد نذكر بوسائل التواصل مع البرنامج من خلال سناب شات وانستغرام شباب كيو 8 تي في، او عن طريق ايميل البرنامج شباب كيو 8@hotmail.com. طبعا اليوم عليا احنا في نقول في عرس كويتي ولكن من نوع اخر، هو انتخابات رياضيه قاعده تمر فيها ديرتنا حاليا، او في الايام الماضيه مرينا في انتخابات مجموعه من المجالس الاداريه للانديه الرياضيه. اما اليوم تمت قبل شوي انتخابات الأندية المتخصصة، وهي نادي الفتاة ونادي سلوى الصباح ونادي الهجن ونادي الصم ونادي هواة الحمام. كلها الأندية متخصصة في مجالها، وتمت العملية الانتخابية بكل سلاسة وهدوء وشفافية، وتنافست فيها أيضا القوائم بشكل ودي وبشكل المنافسة الشريفة الجميلة اللي تعودنا أنها دائما تسود هذه الأجواء من خلال المنظمين واللجان. أكيد بالتأكيد نورة، وتستحق طبعا منا هذه اللجان المنظمة كل الشكر والتقدير على دورها الفعال بإنجاح هذه العملية الانتخابية، والشكر موصول أيضا إلى رجال الداخلية العيون الساهرة اللي ساعدت على مساهمة وكانت لهم مساهمة فعالة في تسهيل سير هذه العملية حول هذه اللجان. وكما هو معروف في دولتنا الحبيبة الكويت، فهي دائما سباقة في تنظيم مثل هذه الأعراس الديمقراطية التي يشترك فيها المواطنون باختيار ممثليهم في مجالس إدارات الأندية والهيئات والجمعيات الأهلية، مما يزيد من قيمة المواطن بأن لصوته تأثير فعال وحقيقي. أكيد، ويعتبر نادي الفتاة ونادي سلوى الصباح من الأندية الرياضية المتخصصة للنساء اللي يعني في هذه النوادي يتم تدريبهم وتجهيزهم لممارسة الرياضات اللي حابين أنهم يختصون فيها ويمارسونها. فمن خلال اللاعبات والفرق النسائية المشاركة في البطولات الرياضية سواء المحلية أو حتى الدولية، جميل جدا أن تكون عندنا هذه الأندية النسائية ويكون فيها مثل هذه الانتخابات. بالتأكيد أيضا نورة، دولة الكويت يعني منذ استقلالها احرصت على إنشاء المنشآت الرياضية وإنشاء الأندية والهيئات الرياضية لتستقطب شريحة الرياضيين والمجاميع الرياضية، وذلك حرصا منها على تطوير الشباب واستقطابهم فيما فيه خير لأوقاتهم ولكي يرفعوا اسم الكويت من خلال إنجازاتهم في المحافل الرياضية. أكيد. والحين أعزائنا المشاهدين معنا هذا الاتصال الهاتفي، أتوقع ولا نورة بعد شوي هاتفي راح يكون معنا اتصال بعد الفاصل. بعد الفاصل نواصل معكم. مشروع عيد بوتيك آلاء أشكناني، فقرة نصائح البناء مع عبد الله بشير، الفنون القتالية ولاعب الكاراتيه في منتخب الكويت علي الشطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتكلم اليوم عن موضوع أو ظاهرة التحشيش. ظاهرة التحشيش كثير من أصحاب القسام أو المقبلين على البناء يتأثر بالموضوع هذا، أو ممكن يسبب له مشاكل مستقبلية في القسيمة أو في الهيكل الأسود بشكل عام. ظاهرة التحشيش في القسيمة سببها عدة أسباب وأسباب كثيرة، راح نتطرق اليوم لسبب أو سببين أو ثلاثة من الأسباب الشائعة في مشاكل القسائم. طبعا ظاهرة التحشيش تحصل في الأعمدة والأسقف بطريقة الخرسانة ونزول الخرسانة. طبعا من الأسباب الرئيسية عدم تحريك الهزاز. طبعا الهزاز جهاز يتم تحريكه في قالب العمود أو قالب البلاطة الخرسانية على أساس أنه يوزع الخرسانة في أرجاء العمود أو أرجاء السقف الخرساني.
لما يحرك الهزاز الخرسانة تتوزع الخرسانة وتمشي وتأخذ أماكنها بالشكل الصحيح، فما يصير هناك في تعشيش. أيضا في ظاهر، أيضا في سبب رئيسي من الأسباب ظاهرة التعشيش، اللي هو لما تكون الخرسانة ناشفة. لما تكون الخرسانة للأسف تكون جاية من الشركة ناشفة، فهذا أيضا من الأسباب أو من المشاكل اللي ممكن تصير لما تكون ناشفة، ولما يكون أيضا معاها موضوع الهزاز وعدم تحريك الهزاز، هذا يسبب مشاكل ويسبب تعشيش. أيضا من الأسباب الثانية اللي ممكن تتسبب في ظاهرة التعشيش عدم وجود غطاء خرساني. كلنا نعرف أن الغطاء الخرساني هذا هو البسكوتة اللي يسمونها بالمصطلح البنائي البسكوتة. البسكوتة هذه تأخذ المسافة أو بين الخشب وبين الحديد، تعطي مسافة بين الخشب والحديد على أساس ما يتلامس الخشب بالحديد، وتأخذ مسافة كافية طبعاً بمسافة 5 إلى 6 سنتي إلى 7 سنتي. طبعاً المسافة هذه تحمي الحديد من الظهور وتحمي الحديد من التعشيش أو من الصدى في المستقبل. نواصل معاكم بعد فقرات برنامج شباب قول وفعل، واكيد راح يكون لنا فقره حواريه مع ضيفتنا الاولى آلاء اشكناني، احد مؤسسين مشروع 8 بوتيك. مساك الله بالخير، يا اهلا ومرحبا فيك. اهلا فيك، اهلا والله، مساك الله بالنور، يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا رحب في كل مبدع في برنامجنا ويكون عنده مشروع شبابي جميل، وانت احد او احدى هؤلاء الشابات اللي احنا قاعدين نشوف تميزهم كل يوم، نشوف نكتشف ناس عندها مواهب جميلة ونحب نستعرضها للناس. أبي تعرفين الناس وتخلينا نعرف شلون بدأت بداية آلاء مع هالمشروع. بداية مشروع 8 بوتيك هو يعني رؤية جديدة لكل شيء، للنظر بأي كل شيء، يعني أي شيء حولنا. فإحنا تقريبا نقدر نقول مثلا حركة أو موجة للا تقليدي، فيعني نتقرب بوايد من كل شيء معاصر، سواء كان إبداع فكري أو إبداع أدائي أو إبداع بصري. فهذه تقريبا يعني بدايتنا كـ 8 بوتيك. نعم، شلون كانت بداية الفكرة للمشروع؟ بداية يعني كانت في أفكار وكان في دراسة وجلب للطاقات الشبابية الإبداعية في عملية الـ Think Tank اللي هي الخزان الفكري والعمود الفقري لهوية 8. وكنا قاعدين نفكر ان نبي يكون في مثلا تصاميم لها روح الشباب. حلو. فيعني لما تشوفين التصميم تكونين بس يعني سعيده بالتصميم. جميل. فهذه كانت بدايتنا يعني. يعني ويمكن المشاهدين ما يدرون ان احنا قبل الفاصل دردشنا شوي مع ضيفتنا، ونوره ذكرت لنا سبب، يمكن انا سالت سبب اختيارك لرقم 8، لا شيء جميل يخص السيدات، تقدرين تقولين اللي هو يصادف؟ يصادف أن اليوم 8/3 يصادف اليوم العالمي للمرأة. جميل جميل. نعم. يعني حلو ربطها لمعنى الاسم مع المشروع نفسه. إنزين، نبي نعرف يعني أكيد في ناس تشجع آلاء وغيرها من النساء اللي يحبون يسلكون هذا الطريق أن تسوي مشاريع، خاصة إحنا الحريم نحب الديزاين ونحب الملابس ونحب الفاشن. زين، نبي نعرف في احد شجعكم ساندتكم لهالمشروع؟ طبعا احنا كلنا، احنا طاقم شبابي كبير وكلنا نشجع بعض، بس الاكثر يعني هدفنا الاساسي او الشيء اللي قاعد يعطينا الطاقه ان احنا دائما نطلع الى التميز. فطلبنا يعني طلب التميز هو شعارنا، فلان احنا دائما نطلع الى التميز، فتشوفينا احنا يعني نبي يعني نوري حق الناس طاقاتنا، نوريهم تصاميمنا، نصل الى اكبر قدر مستطاع من الناس يعني من شريحه المجتمع ان شاء الله. طيب. يا رب. 8 بوتيك يعني احنا الحين ما شاء الله مثل ما ذكرت عليا ان احنا الحين في عصر الموضه والفاشن، وصار الفاشن عندنا حتى في التليفون في الابلكيشنز وكذي، شو اللي يميزكم عن باقي المشاريع المتخصصه في الملابس؟ شو اللي يميز 8 بوتيك؟ احنا ما نحس نفسنا محددين تحت هذا الاطار، لان احنا ببساطه يعني نقدم الجماليات حق اي شيء يخص المتالقين بالاناقه. فتلقين عندنا وايد من الاكسسوارات المنزليه، تلقين عندنا وايد قطع وتحف فنيه وغيرها. وايضا احنا وايد نطلع الى التعاون الفريد مع، يعني نسوي وايد كولابوريشن مع ناس مميزه. فاحنا قبل يومين كان عندنا عرض كولابوريشن بيننا وبين الارتست اسماعيل تقي،
فبهذا الكولابريشن يعني ما ادري اذا راح تعرضوا التغطيه ولا لا. يمكن احنا قاعد نشاهد المخرج مذهب لنا كم صوره، ما ادري اذا هذيل هم الصور اللي شاركت في المعرض. لا هو كان عندنا كولابريشن بيننا وبين ارتست اسماعيل تقي، هذه تصاميم خاصه، هذه تصاميم خاصه بالبوتيك. اوكي. فكان عندنا التغطيه اللي قبل يومين اللي هو كولابريشن بيننا وبين الارتست اسماعيل تقي مثل ما قلت. فكانت الفكره ان احنا نبي نحفز الويربل ارت، ان الناس شلون يقدرون الارت. نعم. فمن الناس يعني شنو تكون الازياء مستوحاه من الفن. وهو متخصص في الرسم. فهو ارتست كويتي وكذي وصغير، شاب صغير. فعبر عن مشاعره وسوينا كولابوريشن بيننا وبينه، وكان في وايد تيشرتات يعني هو سواهم وكبابيس ولوحاته لحد الحين معروضه في المحل. ويونا ناس وايد يعني، وكان يعني وايد كان في اقبال من الناس. وايضا يعني اقدر اقول ان احنا علامه تجاريه مسجله، فيعني هذا ممكن شيء يميزنا عن بقيه الناس، عن بقيه. حلو. يعني انا نورا ما تلاحظ يعني هي الاء صغيره بالعمر ما شاء الله يعني، وعندها تحسين شنو عندها خبره سنين في هذا المجال. ما ادري يمكن في تاثرت الاء في شخص من العائله، صديقة مثلا ملمة بالموضة اللي خلتك مثلا شجعتك على هالدرب. إيه؟ تخصصك الدراسي لا علاقة في الموضوع؟ لا هو تخصص الدراسي ابدا ما له علاقة، ما له علاقة. هو باشن. إيه هو باشن شغل. والناس اللي دار مداري ورفيجاتي ويعني وايد، ويعني بالعائلة، وعندي مثلا بنت خالي هم عندها محل، فيعني بالعائلة كلها يعني. حلو. نقدر نقول باشن. حلو. غالبا ما يكون الابداع بعيد بعد كلي عن الدراسه. يعني انا وايد صادفت ناس يكون ابداعهم بعيد كلي عن مجال الدراسه وتعليمهم او وظيفتهم الاساسيه. لكن نبي نعرف انت احد مؤسسين هذا المشروع. المشروع كله نقدر نقول انه بايادي كويتيه شبابيه طبعا. كل الديزاينرز شباب كويتيين. يعني احنا مثل ما قلت لك احنا طاقم كويتي كبير من ديزاينرز، من مصممين، حتى لما نسوي كولابوريشن نسوي كولابوريشنز مع كويتيين في الوقت الحالي. طبعا احنا نطلع دائما الى كولابوريشنز بالانترناشنال ديزاينرز، بس في الوقت الحالي احنا نشجع الطاقات الشبابيه. طبعا. حلو. حتى الفينيشينج وكذي يعني كله مثلا بالكويت ولا يتم من برا؟ لا احنا كلها مثلا الخامات نصدرها من برا، مثل من الهند، من يوروب، من نيويورك، من يوكي. بس وهم مثلا تعاملنا مع المصانع فرديه هم خارج الكويت. حلو. زين احنا تكلمنا عن المسانده والتشجيع وقلنا شلون بدايات الاء كانت، نبي نعرف شنو الصعوبات اللي تواجه الاء شخصيا في هذا المجال، وبشكل عام شنو الصعوبات اللي باعتقادك تواجه اي شابه طموحه مثلا حابه تسلك هالدرب؟ ان يعني انت الحين بالكويت في وايد فاشن بوتيكس، في وايد يعني ما شاء الله الكويتيين مبدعين، فتلقين انت تبين بس تتميزين، تبين توصلين يعني تبي توصلين ايه للناس بالضبط. فنفس ما قلت لك ان احنا الفكره ان، وبعدين احنا الكونسبت مالنا كونسبت جديد، ان احنا نشجع الشباب ونشجع، فمو كل من يعني مثلا وصلت لي الفكره. فالصعوبه اني انا اصل الى شريحه كبيره من الناس، هذه الصعوبه اللي قاعده اواجهها حاليا. على فكره يعني نورا مرات تلقين يعني الله يعين الاء يعني خاصه يعني رفيجاتي مثلا عندهم بوتيكس ولا شيء، تيجي وحده يعني في ناس ما يعجبهم اي شيء يعني. إيه؟ او ان تكونين انت تصاميمك مثلا تو مودرن لها. صح صح. فتحلطم ولا صح صح. الله يعينك يعني. صح. ودنا تستذكرين اذا في مواقف مرت عليك شيء شلون تتصرفين فيها بحكمه، اذا مثلا أذواق الناس طبعاً تختلف. طبعاً تختلف. لو الاختلاف في الأذواق لبارة السلع. شلون تقدر آلاء بهالكونسبت الجديد ترضي جميع الأذواق وبنفس الوقت تستذكر لنا مواقف صارت معاها يعني من هالقالب؟ إيه هو بالنسبة حق 8 بوتيك إحنا صدقنا إحنا كونسبت جديد، بس داخل المحل نفسه تلقين جميع الأذواق. في اللي يكون مثلاً القطع اللي تكون كلها هاند ميد، في قطع البسيطة جداً. في القطع الشبابيه، في قطع حق حريم كبار، في قطع حق استقبالات. فاحنا اي راضين جميع الاذواق. فاللي يجي ومثلا يقول لنا حتى مثلا يسالنا اذا تقدرون تسوون لنا لون ثاني، تقدرون تسوون لنا، فاحنا حاليا يعني متساهلين بهذا الموضوع. فللحين ما شفت صعوبه في هذا الموضوع. زين. حلو. يعني في عندكم قطع باي اوردر؟ اي طبعا. حلو. إيه اللي مثلا اذا احد يبي طبعا نقدر نسوي له باي اوردر. في اشياء تعجيزيه مثلا تفوق قدرات الاء مثلا يطلبون يعني اذواق الناس يعني مرات بالعروس خصوصا ولا مثلا إيه؟ طلبيه خاصه لعيالهم،
في اشياء صعبه، شلون تقدر الاء؟ يعني انت ذكرتي نقطه حلوه انك تتعاونين مع اشخاص اخرين، تلجا الاء مثلا لناس اجانب، خلينا نقول تقطع مثلا الروتين اللي معتمدته انه بس طاقات شبابيه كويتيه، شلون تتصرفين؟ طبعا احنا نقدر، يعني احنا اهم شيء عندنا ان الزبونه تكون راضيه، فيعني ما تلقيني مثلا اللي هي تبي احنا نمشي معاها على اللي تبي، اقول لها رايي وهي تقول رايها، واذا مقتنعه برايها نمشي معاها على رايها، يعني باي وسيله من الوسائل. وانتم بالنهايه تيم، يعني احنا تيم. حلو. زين، ودي اعرف في مثلا اقبال لاحظنا مثلا في بالاونه الاخيره الناس تروح لي دول الخليج اللي عندهم مثلا معارض يشاركون فيها، ما فكرت الاء مثلا تشارك فيها المعارض الخليجيه، خاصه ان مثلا سوق الشراء عند مثلا اخواتنا السعوديات حلو طبعا، يقدرون مثلا هالشيء انه يحبون الفاشن ويحبون ان الكويتيات ملمات بهالشيء. اي طبعا. فشنو الاقبال؟ قولي لنا عن جولاتك في الخليج. احنا يعني كايت بوتيك احنا بلشنا بفكره جديده لنيو كونسبت اللي هو الباك بيلو، فحق جناط الارماس تحطين نفس بيلو تحطينها داخل اللي الجنطه، اللي هي نفس تصير كوشن او كوشيه، تحطينها داخل تحافظ على شكل الجطه. حلو. فبلشنا بهذا الكونسبت، فشفنا اقبال وايد كبير من دول الخليج على هذا الكونسبت. فالفكره هذه اللي احنا قاعدين نحاول نطور منها ونحاول نتوسع بهالفكره، لان احنا اللي بلشنا فيها كفكره، فالناس يعني عرفت ايت بوتيك بعد من هذا الموضوع، انه يعني فكره جديده وكونسبت جديد، والبنات يعني تقدر تقول لايف سيفر حقهم، انه يعني نقضناهم بالسفر لما يحطون جناطهم، لان الجناط تكون غاليه فعشان يحافظون على الجنطه. بس ان شاء الله طبعا احنا نطلع دائما ان احنا نروح نشارك بمعارض برا الكويت، وان شاء الله هذا النكست ستيب. ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله. هذه الافكار الجميله اللي قاعده تطلع منكم في المستقبل، شنو شايفه مشروع ايت بوتيك؟ ايت بوتيك في المستقبل نقدر نقول يعني اي كوميرس، نقدر نشوفه بعد انترناشونالي، نقدر نشوفه يعني بوايد اماكن، نحاول نتوسع بقدر المستطاع. وراح تتوسعون كبوتيك وتصير لكم افرع، مو مفكره ان مثلا انتم يعني قاعدين في اقبال من دول الخليج على بعض افكار هذا البوتيك او على تصاميمكم، ما فكرتوا ان تتوسعون في الدول الخليجيه؟ اي طبعا طبعا، اذا اول ما تجينا الفرصه اكيد راح نتوسع، احنا هذا التارجت مالنا، ان احنا نبي الناس تعرف ايت بوتيك كبراند. حلو. فيعني قاعدين نحاول ان شاء الله يعني بالخطوات. طيب. انا بودي اعرف يعني الاء هالذوق الجميل والرقي في اختيار التصاميم، تاثرتي في مصممين عالميين مثلا تابعين دور الازياء مثلا الفاشن رن ويز وغيره، مثلا تروحين تتلقين دعوات؟ كلمينا شوي عن هالموضوع. طبعا احنا نتلقى وايد دعوات كتيم، احنا يعني عندنا الكونكشنز مالتنا بنيويورك، فكلهم هناك يعني بالمحلات اللي هناك يعرفون ايت بوتيك منهاتن اي يعني يعني كلهم هناك، فالكونكشنز مالتنا كلها على دايركتلي من نيويورك. حلو. فيس اكيد طبعا احنا كلهم يعني ناخذ منهم. يعني انا ونوره تشوقنا موضوع نسائي بحت، واكيد المشاهدين يعني اللي حابين يتابعون الاء وبوتيكها ويعرفون اخر المستجدات، تقدرين تقول لنا كلمة أخيرة للمشاهدين، وأيضا تكلمينا وأنت قاعد تقولين الكلمة الأخيرة عن هذه الديزاينز، هذه تصاميم خاصة بآلاء أشكناني، صحيح؟ إيه، هذه التصاميم حاليا هذا الوينتر كولكشن مالنا، عندنا هذه الصورة اللي قاعد تشوفونها، وعندنا هذه النيون ترانشز، هم يوم ثلاث ألوان ما شاء الله، ألوان جاذبة. إيه، هذيل الحين يعني لأنه هو الترندي، فالفوشي النيون ترانش، وعندنا الاصفر وعندنا البرتقالي، وهذا القميص طبعا هذا السيجنتشر مالنا، فتلقين عندنا منهم حزم فمسوين قميص منهم، وكانت قطعه واحده وانباعت. فايوه يعني، وهذيل الترانشز هذا بعد السيجنتشر مالنا اللي هو اللاين من وراء، وعندنا ميكي ماوس بعد، ولهم الوان. شفتها ايرث الجلوب الكره الارضيه. صح صح. وهم التايجر مين الليبرد هو ترندي بعد، فهم هذه كانت قطعه واحده وانباعت. اغلب تصاميمكم هي قطعه واحده اكثر شيء؟ اكثر شيء الاغلب يعني انها قطعه واحده. احنا وما تردون تنزل منها حتى لو باي اوردر؟ باي اوردر ممكن ممكن، اي بس ان احنا ننزل منها ثانيه لا ما ننزل. جميل. موفقه يا الاء، ودي يعني بالختام توجهين كلمه اخيره للمشاهدين وتنصحين
الشابات الطموحات مثلك اللي وصلوا ويا رب موفقه وللاعلى وللعالميه ونفخر فيك ان شاء الله. حبيبتي مشكوره، بس اقدر اقول ليف انكونفشنلي ولاف انكونديشنلي. انا حترجم طبعا. يعني عيشوا عيشه غير تقليديه، وحبوا حب من غير قيود، غير مشروط وغير قيود طبعا. ويعني امشوا وراء الباشن مالكم، لانه وانس ان يكون عندكم باشن شغف فونس ان يكون عندكم باشن راح تبدعون في مجالكم. واشكركم جدا على الاستضافه الجميله ويعطيكم العافيه، وما قصرتوا على هالاوبورتونيتي ان احنا نتكلم عن 8 بوتيك. كل شكر لك على اشكناني، احد مؤسسين مشروع 8 بوتيكس، على 8 بوتيك على هذا الاسهاد ان شاء الله، يعني راح توصل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك وحياك الله، كنت ضيفه جميله معنا في شباب قال وفعل. راح ننتقل معاكم اكيد لفقرتنا الحواريه الثانيه، ولكن بعد هالفاصل. مشاهدينا رجعنا ونكمل فقرات برنامج شباب قول وفعل، ومعنا ضيفنا المميز اللاعب علي الشطي، لاعب كاراتيه في منتخب الكويت، وايضا شرفنا بانجازه الاخير بحصوله على الذهبيه في بطوله اسياد اسيا في اندونيسيا. حياك الله يا علي. الله يحييكم واشكركم على الاستضافه هذه، ومن قريب على قناه ثالثه، والحمد لله هذا بالعكس شرف لي انا ارفع على مديرتي، و يعني عزف النشيد الوطني خارج ديرة أمثل بلادي. الحمد لله على هذا الإنجاز. الحمد لله. كلمنا عن البطولة، شلون كانت، شلون كان تجهيزك، وشلون قدرت ما شاء الله أنك تحصل على هذه الميدالية الذهبية. إحنا نفس إحنا ما عارفين من 2015 كان إيقاف ل 2018. صحيح. فالحمد لله يعني إحنا ما وقفنا خلال هالفترة، كنا نشارك على حسابنا الخاص، وكنا نتعنى أساس نتبع على مديرتنا برا الكويت البطولات الخارجيه. فالحمد لله يعني عقب هالتعب هذا كله، وانا 2014 محقق ميدالية برونزيه بكوريا الجنوبيه، برونزيه بطوله اسيا نفسها. فهالبطوله هذه انا قلت بعد اربع سنين، كل اربع سنين تصير هالبطوله، فحطيت طموح اني احقق فيها ميداليه يعني اكبر من هالميداليه هاي البرونزيه اللي 2014. صحيح. الحمد لله تعبي هذا كله ما راح، حققت الميداليه الذهبيه، وكان يعني في اعداد من الجهاز الاداري الجهاز الفني، قبلها رحنا معسكر مصر وابطال العالم كانوا، فالحمد لله يعني كل هذه الاستعدادات هذه جت النتيجه هذه لله الحمد. طيب. في تجهيزات مسبقه لهذه البطوله يعني؟ اي معسكر مصر نفس ما قلت لك. نعم. فيعني بطولات اللي نشاركها كنا بطولات اساس الخبره تزيد، اللياقه. نعم. فوايد اشياء اساس انه البطوله اللي انت تبي تحصلين فيها النتيجه، فانت لازم تستعدين لها فتره طويله اساس تعدين نفسك حق هالبطوله اللي انت تبي تحققين فيها الانجاز. طيب يعني اكيد المشاهدين مو كلهم ملمين بلعبه الكاراتيه، وبما انك لاعب وبطل في لعبه الكاراتيه، حابه انك تشرح لنا وتشرح للمشاهدين انواع لعبه الكاراتيه واي نوع يتميز فيه علي. لعبه الكاراتيه هي لعبتين، لعبة الكات الحركات اللي واحد يؤدي الحركة بين منافسين، اللي يتقن الحركة يعني أكثر هو اللي راح يفوز. والحركة اللعبة الثانية هي الكوموتي الفايت اللي أنا ألعب فيها. الفايت أنه في عندنا مثلا طقات معينة ناخذ فيها النقاط، مو أنه فايت أنه طق يعني أنه بوكسات وهذا، لا لعبة بطولات، لعبة النقاط. فهذه الفرق بين هاللعبتين، لعبة الكاتا ولعبة الكوموتي. نعم. طيب لو نبي نعرف ليش أنت اتجهت للعبة الكاراتيه، وش اللي خلاك يعني تروح لمثل هذه الرياضة؟
والله هي من الرياضات العنيفة يعني. عادل كلامك، بس احنا نفس ما عارفين ان لعبة الكرة هي تشمل كل يعني الكل يهوى لعبة الكرة. فوالله انا صراحة يعني هذا بدون ما اقول اشكر امي اللي خلتني ادخل هاللعبة هذه، قالت لي روح ما دام ما عندك شيء لعبة الكرة، ما نفس انت ما عارفة ان اصابات والهذا فوايد امور. فالحمد لله لعبة الكرة بالعكس مو لعبة خشنة، صابتها مو اخطر من الكرة كرة القدم؟ لا مو اخطر، هي لعبة دفاع عن النفس، مو لعبة ان لعبة خشنة نفس الاصابات اللي تصير بالكرة. كل واحد على حسب لعبته، في انسان يميل حق الكاراتيه نفس ما قلت لك لعبة الكيموتيه. بالعكس احنا عندنا اصابات، ما اقول لك ان ما عندنا اصابات، بس ان انت اذا خلاص يعني تألمتي على اللعبه بس خلاص تنسين الاصابات، تنسين هذا، ومو كثره الاصابات، ان انت اذا اديتي نفسك كلياقه بدنيه، وهذا اغلب الاصابات تصير اذا واحد اذا مو مستعد ولياقته البدنيه مو مستعده، يعني ان الاصابات هني تصير. نعم جميل. طبعا تحيه للوالده والله يحفظها لك يا رب، وانا يعني يعني والده ايضا اشجع كل الامهات ان يخلون عيالهم يتجهون لرياضه فيها دفاع النفس، لان انا احس انها تهذب النفس اكثر ما تخلي الطفل يصير عنيف. ما ادري اذا توافقين الراي نوره ولا لا. انا لا اوافقك نوعا ما، ولكن ايضا كان معنا امس ضيف ايضا يلعب لكن كيك بوكسينج، كان يقول هو على حسب تحكم الشخص ما في نفسه. يعني هل فعلا ان في ناس يقول لك والله الواحد اللي فيه طاقه ويكون نشيط او هايبر زياده عن اللزوم يروح لهذه الرياضات العنيفه، فممكن انه تقلل من هذه الطاقه ويكون هادي لانه يفرغ كل الطاقه اللي فيه في اللعبه. لكن كان عندي ضيف امس كان يقول لا هو على حسب تحكم الشخص اللاعب في نفسه، ممكن انه يفرغها في النادي يطلع مسالم وهادي، وممكن انه لا يستخدمها ويكون هايبر زياده ما شاء الله ويصير بطل ويجيب لنا ميداليه ذهبيه، صحيح؟ فانت مع اي راي فيهم؟ لا بالعكس، لعبه كاراتيه يعني لعبه تزيد ثقه بالنفس، حتى لو جت لك مشكله شيء بالعكس تحاشينها. فاللعبه مو يعني حق الشارع مو سالفه مشاكل، بالعكس انسان يدافع عن نفسه، يحتاج اي مكان يروح يدافع عن نفسه. فلعبه كاراتيه بالعكس تزيد انسان ثقه بالنفس، تزيد تركيزه، تزيد حق الدراسه، وايد امور. رياضه، هي تعتبر رياضه من الرياضات موجودة. إنزين علي، حابين أيضا نعرف عن مشاركاتك سواء كانت الداخلية أو الخارجية مع المنتخب والنادي. مشاركات اللي رحتي يعني؟ سواء اللي كانت أو اللي رحتي. إيه؟ تقدر تكلم. الحمد لله أنا من 2005 شاركت في أول مشاركة لي منتخب، حققت الميدالية الذهبية في بطولة الخليج كانت بدبي. بس 2005 علي يعني اتوقع كانت للناشئه، كنت صغير كنت اي فات ناشئه. انا اول من دخلت اللعبه كان 2003، ف 2005 اول مشاركه لي حققت الحمد لله ميداليه ذهبيه كان فئه الناشئين. حققت عديد من الميداليات، بطوله تركيا كاراتيه وان حققت فيها، هي البطوله العالميه المفتوحه تكون، حققت فيها الميداليه الذهبيه، حققت باندونيسيا الميداليه برونزيه، حققت 2014 الميداليه برونزيه باندونيسيا كاراتيه وان، وحققت الميداليه البرونزيه بسياد اسيا اللي كانت بكوريا. فالحمد لله يعني مشاركات كثيره، هذا اختصار حق المشاركات اللي شاركتها. طيب في تجهيزات لك ومشاركه ان شاء الله راح تكون باذن الله في اولمبياد طوكيو 2020. عدل كلامك. تجهيزاتك وشنو؟ بس اللي يدخل اولمبياد 2020 باليابان راح تكون طوكيو لازم يكون من مصنفين اول 10 مصنفين. حلو. انا طالب في معهد الطاقه. فعندي مشكله بالدراسه، الدراسه من اولويات الامور اللي صح. انا اركز عليها الصراحه. لان بالنهايه الرياضه احنا نفس ما عارفين اي انسان يروح التمرين او يشارك بطوله اذا صارت له اصابه فراح يعني راح وايد من دراسته راح تروح. هم الوقت اللي تشاركين انت مثلا بطوله وقت دراستك وقت هذا هم وايد يعني يحسب على دراستك على وايد أكيد تخصص ما بين يعني الوقت الدراسي وأيضا تفرغ للتمارين وممارستك للتمرين اليومي لأن هذه بطولة بالنهاية صح؟ بالضبط. فأنا طالب فبالنهاية ما عندك تفرغ رياضي؟ في تفرغ رياضي بس ما يساعدني أن أروح يعني أشارك البطولة وأنا مرتاح بالبطولة، لأن
يطوفني امتحان، يطوفني دروس، لازم انا اراكض على نفسي، انا اللي لازم اجابل يعني. في وايد امور تعوض اي، فوايد يمكن درجات تروح مني، فانا طالب ابي احصل يعني على درجات. يعني انت الحين متردد في انك تشارك في هذه الاولمبياد؟ مو متردد، هذه فرصه. هذه فرصه عدل، والفرص ما تتطوف، بس نفس ما قلت لك انا طالب. ف يعني انا اقول لك الحل، ان احنا باسمنا ننادي يعني الناس، انت قلت لي في المعهد العالي الطاقة. ان شاء الله للطاقة، ان شاء الله يا رب العميد قاعد يسمعنا، وايضا اساتذتك يراعون. يعني في النهاية انت قاعد تجلبنا ميدالية ذهبية، وفخر لي الكويت كلها، وهم راح يكونون سعداء جدا بمشاركتك. ان شاء الله يراعونك، احنا ما نقول الا انه يتم يعني مراعاة علي، لأن بالنهاية البطولة تحتاج تدريبات مكثفة. بالعكس أنا ما صراحة ما يعني دكتور حسين المتيمي مو مقصر معاي كلش، أوجه له تحية كبيرة صراحة. يعني حتى بعد ما رجعت من هالبطولة كرمني، وهذا صراحة شهادتي أنا فيه مجروحة يعني أدري فيه ما يقصر. فأنا أساس أحقق يعني ميدالية وأرتفع من أول 10 بالتصنيف، لازم على الأقل 11 بطولة أشارك فيها موسم واحد بالسنة 11، فهذا على حساب الامتحانات، على حساب الدراسة 11 مشاركة. ليش ما يكون عندك تحدي بينك وبين نفسك أنك تسوي إنجاز في دراستك وما بين هوايتك؟ يعني ساعات التحدي يخليك تنجز في المجالين. عدل كلامك، بس راح اللي يبي يحقق إنجاز يا دراسة يا رياضة. أغلب الرياضيين صعب أنت تشاركين 11 بطولة موسم واحد، وايد صعب. يبي له واحد متفرغ، أوكي إذا كان هو مثلاً كان موظف عنده تفرغ مرتاح راح يرد. لكن بطولة مثل هذه لو كان يعني في عندك فوكس عليها من زمان، تقدر تكون مجهز لها من زمان. ولكن إذا الله ما كتب لك إياها إن شاء الله هالسنة، هالمرة إن شاء الله تكتب لك في المرات الجايه. لكن الحين بنبتعد عن هذه الاولمبيات والدراسه ولويتها، خلينا نتكلم عن تجهيزاتك الغذائيه والصحيه. وين تتدرب؟ شلون تتدرب؟ شلون تجهز نفسك؟ والله احنا عندنا بالرياضه بشكل عام، احنا كأنا علي يعني انسان، هو عندنا اوزان بالكاراتيه، فالاوزان هذه كل واحد هو شنو متعود ياكل، شنو قبل البطوله على حسب التمارين. في يكون مثلا قبل البطوله فتره تمرينه يكون اطول، يعني كل ما يقرب وقت البطوله راح يكون تمرينه اقصر. فمن هذا على حسب هو شلون يحافظ على وزنه، كل يوم عقب التمرين يوزن، فوايد امور تتطلب اساس انه يحافظ على وزنه. واهم شيء انه يكون منظم نومته، لان النوم هو تقريبا 70% حق انسان مثلا يكون صحيح. جاهز اساس يروح يتمرن يؤدي تمرين بشكل ويكون تمام، ويكون مخه يعني مستوعب. ودائما يقال يعني العقل السليم في الجسم السليم، واكيد لازم يكون ذهنك صافي. زين، في ناس تتساءل ان هالرياضه نوعا ما خطيره، بالله صار بوليدي شيء، بالله صار باخوي شيء، شنو اجراءات وادوات الامن والسلامه في هذه الرياضه؟ نبيك تطمننا. والله بهالناحيه هذه بالعكس يعني ما في امور اللي تطل يعني اللي واحد يحاتي انه ولده اذا راح. لا صار في ضرب القاضيه شلون؟ لا مو لهالدرجه. في عندنا قوانين كفاولات، عندنا قوانين ان تحافظ على هذه من ضمن الادوات الامن والسلامه. إيه كان تحافظ على الخصم اللي قدامك. انت لازم بالعكس قبل ما تدش التتامي، احنا عندنا كصاله يعني الارضيه التتامي، ان تحافظ يعني ان تحترم اللي قدامك، يعني ان اي مهما يكون انه يغلط عليك شيء، اهم شيء عندنا لعبه كاراتيه احترام الخصم مهما يكون. فهذه ما يحط انسان ما يحاتي او يحط بباله هالامور انه راح يضره. اي وبالعكس يعني بالنهايه الرياضه انت ما تدري، واحد انسان يمشي يمكن خطوتين شيء لا سمح الله يزلق يطيح، فهذه لا. بس اتوقع ان زميلتي علياء تقصد ان هل في لبسكم اشياء مثلا تلبسونها حيطه وحذر يعني في اماكن معينه من الجسم والمفاصل؟ اي عندنا، احنا عندنا واقي ايد وواقي رجل، وعندنا واقيات على اساس انها تحافظ على الخصم. ونفس ما قلت لك ان في قوانين ان تحافظين على المسافه، ان البوكس انه ما يروح يعني يروح وما يرد، لا في مسافات معينه، في بوينت، في نقاط، فمن هالامور هذه تحافظ على الخصم. نعم.
نعم. زين لعبة الكاراتيه يعني غير الأماكن المخصصة، خلينا نقول أوكي شلون تتم هالتمرينات؟ شنو التجهيزات اللي يسوونها للاعب الكاراتيه علشان يبدأ التمرينات؟ أول شيء واحد يكون يعد نفسه حق كلياقة بدنية، إنه يعدونه إنه يحببونه باللعبة كلياقة بدنية أول شيء. أنه شلون مثلا يؤدي الكاتات على اساس لعبه الكاتب ابتداء من الانسان يلعب كاراتيه يؤدي مثلا اول كات على اساس يحصل الحزام مثلا الاصفر، احنا الأصفر. بدايتنا أبيض. بعدها الاصفر، بعدها البرتقالي، الاخضر، الازرق، البني، عندنا ثلاث درجات. الاسود طبعا هو الماستر، ايه هو الاعلى، البني الثالث، الثاني، الاول، وعندنا الاسود بعدين نبلش ليه 11 دان اسود، من 1 دان ل 11 دان. فهذه الامور تتطلب اساسا ان الانسان يعرف يتقن لعبه الكاراتيه ويؤدي الحركات بشكل يعني متقن. طيب لاي ولي امر مثلا حاب ان يشرك اولاده في مثل هذه الفنون القتاليه او بالتحديد لعبه الكاراتيه، في مواصفات معينه للي حاب انه ينخرط في هذه اللعبه؟ لا بالعكس، يعني الانسان هو بعض المرات يروح هو يكتشف ان اذا انسان اي انسان يحب هاللعبه هذه راح يروح راح ينجذب لها. ما في مواصفات جسمانيه قياسات؟ لا لا لا، لأن عندنا احنا نفس ما قلت لك عندنا اوزان معينه. نعم. يعني عندنا مثلا مثل الملاكمه الريشه والوزن بالضبط. يعني كلها اق صحيا يعني هذا اهم شيء. عندنا من وزن تحت 55 من يعني عمر 18 وفوق، من تحت 55 الى فوق 84 وانت صاعده، فهالاوزان يعني كذا وزن، فما في شيء معين انه يخلي اي لاعب. بالعكس كل انصح الكل انه يشارك لعبه الكاراتيه، انها لعبه صراحه انسان يحس فيها بمتعه، يحس فيها بقيمه الثقه بالنفس، احترام الخصم، وايد امور يعني تمالك الغضب وغيره. انزين بالضبط. في وايد يعني نساء يحبون يتجهون او البنات يعني من الجنس اللطيف يحبون يعني يمارسون لعبه الكاراتيه. ما ادري نوره في مره فكرت شيء تروح لعبه؟ والله اي كنت مفكره، بس انا دائما اخاف من رده فعل اللي قدامي ولا يعني انا من مؤيدين ان البنت تدخل في مجال يعني هذه الفنون الرياضيه اللي فيها دفاع عن النفس. بس شنو اللي بس ما يخالف علشان انا بعرف شنو الشيء اللي كان مثلا يعني ما ادري اذا توافقيني اللي يمنع ان ما ندري شنو المكان المناسب ان نروح له، او يعني المدرب او المدربه في نساء يفضلون كثرت الانديه النسائيه. إيه؟ ما انا ودي اعرف يعني راي ضيفنا في هالموضوع، ان النساء في اقبال للعبه الكاراتيه، وشنو تنصحهم اذا لاعبه كاراتيه مثلا تجيد هاللعبه وودها مثلا خلينا نقول تتاهل وتصير مثلا خبيره في هاللعبه؟ بالعكس احنا اساسا اي مثلا من عندنا اخواتنا النساء ان اي احد تحاتي ان مدرب يدربها، بالعكس عندنا نادي فتيات في مدربة لهم تدربهم الكاراتيه يعني مكان خاص. فبهالناحية هذه ما تحاتي أن في مدرب أو أن أي مثلاً اللي راعون هالأمور هذه، في مكان بس مخصص نادي الفتاة، نادي الفتاة بس حق الفتيات. فهذه هالناحية. وهناك أيضاً بعض النوادي الخاصة في كلاسات خاصة وأيام خاصة وبأوقات خاصة للفتيات وأوقات خاصة وكلاسات خاصة للشباب. لكن أيضا إحنا دائما نحب نسأل يعني أي رياضي خصوصا إذا كان عنده إنجازات جميلة كإنجازك، شلون شايف لعبة الكاراتيه في الكويت جماهيريا واهتماما وكصالات للتدريب يعني بشكل عام؟ والله إحنا عندنا الصراحة أبطال، يعني أبطال وايد بلعبة الكاراتيه. من أول من دخلت المنتخب يعني عندنا المرحوم الله يرحمه يوسف الحربي، هذا لاعب بطل عالم، وعندنا عبد الله عتيبي صاحب ميداليتين فضيتين بالعالم. نعم. وصاحب عنده ذهبية وفضية بطولة أسياد آسيا. عندنا أحمد دوسري يعني لاعب من اللاعبين الكبار، عندنا حسين قطان بطل عالم ما شاء الله، فوايد لاعبين يعني. واخر انجاز ما شاء الله بعد عبد الله بلوشي. نعم. الساده سيد محمد وسيد سلمان احنا استضفناهم ما شاء الله عليهم، متواصلوا وياهم يعني في السوشيال ميديا، مولعينها بالسوشيال ميديا ما شاء الله عليهم. شوف احنا يعني علي برنامجنا دائما نحب نركز
ونسلط الأضواء على الطاقات الشبابية يعني متميزة. أبي أعرف مثلاً الحين علي الشبطي تميز وياب لنا هالميدالية اللي نفخر فيها كلنا، ما فكرت مثلاً مستقبلاً وأنت بتوصل علي، ما فكرت مثلاً تفتح لك نادي خاص وتدرب فيه الأطفال؟ يعني بعرف شنو طموحاتك، ليه وين بيوصل؟ والله أنا طموحي الصراحة انتهي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حقق ميدالية بطولة العالم فئة العمومي، لأن هذا كل إنسان إحنا بالكويت عندنا فئة العمومي يعني كثير حققها، فكل إنسان يطمح إنه يحقق هالميدالية هذه وأختم مسيرتي بهالميدالية هذه. جميل. طيب لعبة الكاراتيه محلياً في الكويت من الألعاب اللي لاقي صداها ومكانتها الرياضية بين باقي الألعاب الرياضية، ولا من الألعاب اللي مهضوم حقها عندنا في الكويت؟ والله تبين الصراحة يعني لعبة الكاراتيه احنا مهضومين من نواحي يعني نواحي معينة، فنفس ما قلت لك من ناحية الدراسة وهذه من أهم النواحي اللي احنا لازم نهتم فيها، أساس أن أي لاعب توه حين يبي يصعد يبي يفكر مستقبل أنه يحقق إنجاز لازم يعني مثلا يراعونه بناحية الدراسة، لأن ناحية الدراسة يعني تاخذ من وقته وايد، وهم من هو بالرياضة راح تاخذ من وقته وايد، فما راح يقدر ينسق بين الشيئين. يعني من ناحية الطلبة تقصدي كذا كان طالب التفرقات الرياضية هذه الأمور ودك إنه شوي يراعونكم فيها، لكن من الأمور الأخرى الإدارية مصالات التدريب النوادي يعني المعسكرات الخارجية، هل معطينكم حكم ولا في شوي يعني تحس إنه لا يبي لكم بعد زيادة دعم من هذه الهيئات؟ والله احنا بالعكس يعني نبي نحتاج معسكرات كفترة أطول وقت لنعسكر، مثلا بدل ما نعسكر مثلا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع نحتاج مثلا شهر ونص، نحتاج مثلا يعني نشارك كثير من البطولات على أساس أن واحد يرتفع مستواه يكتسب خبرة وايد من الأمور، فهالأمور هذه تزيد اللاعب كثقة بالنفس على أساس يحقق إنجاز، ووايد يعني وايد وايد يرتفع من عدد ميدالياته أساس أنه يحس أنه حقق شيء قليل حق رفع لمديرته. يعني علي وانت تتكلم عن حصولك على الميدالية مثلا أو أن أي لاعب يطمح أنه يحصل على الميدالية، أنا ودي أسأل شنو كان شعورك أول ما حصلت على الميدالية خاصة مؤخرا، وشنو كان دور الأهل، السبورت المعنوي، خلينا نقول مكان دراستك أيضا في المعهد، أخو الدكتور حسين المتشيمي أدري أوجه له تحية أكيد كان فخور بهالإنجاز، أبي أعرف شنو دور أقرانك اللي يشوفونك أصدقائك أهلك، كلمنا عن هالفرحة. والله فرحة صراحة ما توصف، يعني أنا بالعكس أنا هالفرحة هذه أنت نفس ما قلت لك أنا ثلاث سنين يعني كثير من اللاعبين حققوا ميداليات بس للأسف كمان الحين خلاص بعد القانون، وأيضا وزيرنا نوجه له تحية مع الوزير يعني صرح أن القانون الأخير اللي وافقوا عليه المجلس كان يكفل يعني كل أربع سنين، خلاص إحنا ضامنين أنه ما راح يتم رفع يعني ما راح يتم إيقاف الرياضة، رفع الإيقاف خلاص تطمن يعني أدري حرقة قلب بس تطمن. إيه لأن الصراحة يعني كابتن فهد الديحاني وقت اللي حقق الميدالية الذهبية في بطولة أولمبياد برازيل يعني شيء واحد يزعل صراحة من أنت يعني إنسان يروح يحقق ميدالية ذهبية وما يرفع علم ديرته، شيء صراحة يحز بالخاطر، بس الحمد لله يعني لاعبين عندنا كثير حققوا إنجازات، لاعبين كثير يعني رفعوا علم ديرتهم، هذا قليل حق الكويت قليل صراحة، وإن شاء الله نوفي بحقها. جميل. إن شاء الله يا رب، وأنت تستاهل كل خير إن شاء الله، ونشوفك من إنجاز لإنجاز، ونشوفك إن شاء الله في أولمبياد طوكيو، يمكن ما تدري ألو عسى إن شاء الله توالمك الظروف بدرة قادرة وإن شاء الله يا رب، ونشوفك إن شاء الله في أولمبياد وأمور أخرى. طيب كلمة حاب إنك توجهها للشباب أو اللي حابين إنهم ينضمون لهذه الرياضة؟ والله أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة ومو غريبة عليكم، وأهدي هذا الإنجاز إلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح أحمد جابر الصباح وولي عهده والشعب الكويتي، وأشكر الشيخ ناصر صباح أحمد جابر الصباح لأنه هو اللي ساهم على رفع الرياضي الإيقاف الرياضي،
واشكر كل من صراحه ساعدني وساهم على تحقيق هذا الانجاز، من السيد عماد بهبهاني، من الكباتن كابتن جابر، من الكل صراحه، من اخوي عبد الله بلوشي، من الكل ما قصر صراحه. كل الشكر لك علي شطي لاعب كاراتيه في منتخب الكويت على هذه الانجازات. ان شاء الله موفق يا رب، ونشكر كل من قدم لك يد العون والمسانده في هذه اللعبه. وصلنا لختام حلقه هذا اليوم، استمتعنا معاكم اكيد ومع انجازات شبابنا وضيوفنا لهذا اليوم. نذكركم بوسائل التواصل الاجتماعي عن طريق سناب شات وانستغرام شباب كيو 8 تي في، او عن طريق ايميل البرنامج شباب كيو 8@hotmail.com. نلتقي فيكم ان شاء الله باكر من الساعه 6 للساعه 7. في امان الله. في أمان الله. وحب أذكر أي إبداع عندك أو أي فكرة أو أي مشروع، لا تتردد أنك تتواصل ويانا نفس ما ذكرت نورة وسائل التواصل. دمتم سالمين، وحلقة جديدة إن شاء الله نلتقي فيكم على خير. مع السلامة.